سلام سلام، ان شاء الله راكم بخير وعلى خير يا رب العالمين. ان شاء الله راكم مع رمضان لاباس، ان شاء الله ربي يتقبل منا الصيام، منا ومنكم اجمعين يا رب العالمين. الصيام والصلاه والدعاء، امين يا رب العالمين. اليوم في هذه لا نوفيل فيديو راح نشارك معكم الوصفه تاع الدولمه. يعني كامل الجزائريين نحبوا الدولمه ونعرفوها، مي انا كاين كلكو زاستيس نديرهم، ممكن كاين اللي يديرهم كيما انا وكاين اللي لا. دونك حنا نبارطاجيو باش تعمل فائده. دونك في الطنجره اللي راح نطيب فيها الدولمه كنت درت شويه زيت شويه سمن، والسمن ثاني زدتو في الدوزينه تاع لا فيونداشي. دونك بالنسبه للبصل درت حبه تاع بصل كبيره، كنت قطعتها قطع يكونوا شويه صغار، دونك ما نسكرفجهاش باش ما تطلقش هذاك الماء. حطيت لا فيونداشي، زدت الملح منه ومن هيه. بالنسبه لي زيبيس، لي بيس هذا راس الحانوت خاص بالجواز الابيض، والمعدنوس انا نحتفظ به في الكونجيلاتور. دونك نغسلو مليح ونشفو ونقطعو نديرو في ساجي كونجيلاسيون، يبقى لي مفتفت ويبقى على حالو بنين لاباس عليه. كاش نهار نبارطاجي معاكم كيفاش نحتفظ في الكونجيلاتور بالكسبر ان شاء الله. الروز درت زوج مغارف روز، درت بياض البيض وعجنت الخليط تاعي مليح، والقدره حطيتها ولا الطنجره حطيتها فوق النار. دونك هنا راني نعجن، بعد بهديتها حطيتها فوق النار. دونك كي عجنت لهذاك لا فيونداشي تاعي مليح، جيت هنايا باش نحفر الخضره تاعي. شفتوا العفسه اللي درتها باش نقيس الطول تاع الكورجيت باه ما تتحفرليش من تحت. نبقى حاطه يدي وين عينت الطول تاع الكورجيت ونحفر على راحتي وعلى راحتي. نخلي شويه برك هذاك هذيك اللب نتاع الكورجيت يمد البنه، ما تنحيوهش كامل، تقعد غير القشره ما تمدش البنه مليحه. هذيك لا فيونداشي كنت درتها ديبولات غير هكذاك برك باش يجيني ساهل باه نفخسي الخضره تاعي. هنايا هذه المسحه تاع الملح اللي راني نديرها في الخضره راح تزيد البنه مليح. كما نعرفوا الخضره تجي شويه صامطه يعني ما فيهاش البنه، دونك كي نديروا لها هكذا راح تمد البنه. كنت حفرت هنايا البطاطا، هذيك البطاطا كاينين اللي يحبوا يخبوها يديروها اون سوب. انا اليوم كنت درتها مع الدولمه، كنت درتها من تحتها يعني فرشتها قبل ما نحط الخضره تاعي. عندي بنتي صغيره باش نعطيها لها تاكلها. ربي يحفظها ان شاء الله ويحفظ ولادكم وولادنا. وفي لاصوص درت، شفتوا الكميه تاع القرفه اللي زدتها شويه برك، هذيك راح تنسى من لاصوص تمد واحد البنه روعه. خليت هذيك البصل تتقلى ومرقت عليها ومن بعد نكملها. من بعد ما تجمرت هذيك لاصوص الله الله ودخلها الطياب مليح، زدت لها الحميصه اللي انا نخبيها في كونجيلاتور نص طياب، دونك ما نديرهاش من البدايه تاع الطياب. ودرت الزيت يسخن، كي يسخن لي هذاك الزيت درت فيه الخضره باش تدي لي البنه تاع القليان اللي راح تزيد لي البنه خير وخير في الدولمه. دونك ما نطيبهاش مليح مليح، دونك شغل نقليها برك ولا نقليها ابان في هذاك الزيت، شغل تشم الريحه كيما نقولوا. تشم الريحه تاع القليان هذيك البنينه. كيما نعرفوا الفلفل الحلو كي يتقلى يجي بنين، والبطاطا كيف كيف، والكورجيت تولي روعه. دونك من بعد كي يدخلهم الطياب ابان رجعهم في المرقه تاعي ولا في الدولمه في لاصوص ايتو. دونك من بعد نزيد لها شويه تاع الماء، زدت لها شويه وحطيت هذوك لي بولات وغطيت عليها وما تديش الوقت في الطياب. فوالا الدولمه جاردينيير تاعي وجات بنينه، واش نحكي لكم. شاهدكم في الجنه، وان شاء الله ربي يتقبل منا الصيام. في الاخير نقول لكم تهلاو في رواحتكم وصحه فطوركم ومع السلامه.